بريم، ما في أي مشكلة بالعالم رح تقدر توقف بوشنا أنا وياك. ما رح نحتاج لمنصب لحتى نحمي العيلة منا. لآخر مرة بسألك، رح تقبلي بالوصية ولا لا؟ لا. بتعرفي، كنت مفكر بتحبيني وما بترفضي لي طلب، بس خيبتي لي ظني. مو مشكلة، أنا ما رح خلي منصب أبي يروح لأي حدا غيرنا. وهي استشرت محامي تاني، وحسب ما فهمني هالمحامي حالياً ما منقدر نرفض هالوصية، بس إذا كنا إيد واحدة بهالقصة وقتها فينا نستغل الانتخابات. أنا عن جد تعبت كتير لحتى وصلت لهون، لأنه كل عمري قضيته بالشغل والتعب، وصعب كتير إني أسمح لهدول الاثنين يدمروا لي شقة عمري أنا وأخي دارهم. تفضل. اسمعوني، نحن هلأ سبعة منكفي، احسبوها، نحن عددنا أكتر منهم ومنغلبهم. حتى إذا ديب وسارلا وتجسفيني صوتوا لصالح بريم، رح يكون عندهم بس أربع أصوات. وبهالحالة هي أنا اللي رح فوز. اسمعني عمي، كلنا رح نصوت لك. حلو عمي، حلو. هذا الحل؟ بدك تقسم العائلة بسبب طمعك؟ جيت لعندكم لحتى نلاقي حل يرضيكم، بس اللي سمعته صدمني عن جد. انتوا قررتوا تصوتوا ضدي. بريم، ما بدنا نحكي معك عن أي شيء، يلا روح من هون. ليك بريم، ما رح اسمح لك تدمر هالعيلة انت ومرتك. ما رح تفهم ابدا قديش بتعني لي هي العيلة ومصلحتها. عقلك الصغير، بنت مسيطرة عليه بالطول وبالعرض. يا ريت تحترم حالك وانت عم تحكي مع زوجي يا بي. انتي بتخرسي، عم تفهمي؟ حكيك معي. اسمعني، من اليوم ورايح انا عدوك الاول. انت عدوي؟ ضربني يلا.